عندك دي جوار معينين ركزت عليهم في الاتاك حبتهم كيفاش يلعبوا هنا كي باش نلعبوا على السيرجو نتاعهم انا عندي دي جوار باهي معناها تكنيكمون كي معناها باهي محترمه مي على بوان مقابل تيتوان تسمى معناها الفريق ما عمل حتى شيء ما فماش معناها ريكور معناها باش نلعبوا عليه مي هذا ما يمنعش نحن مركزين ولا تقول حتى معناها الادفيرسير معناها حجمه الحقيقي وكنت تربي علاش باش نفوزوا ب 300 خط ونرجع نقول هذا مفتاح ترشح الدوري السعودي ان شاء الله. فماش جوار معين ركزت عليه في شلف تقول هذا اللي تعب البولي برشا يلزم الركبه فما واحد معنا شوت لي باراغيتي باهين ركزت معاه شويه عنده معنا فكره باهيه ان شاء الله واحد نجح على شي وقت ان شاء الله. معز الجمهور توحش جمعيته وانتم توحشتوا جمهوركم واش تقول للناس اللي جايه بقدره ربي نهار ان شاء الله كنت ربي يكون كل شيء معنا ان شاء الله الجمهور يكون معنا حاضر بروح غيابيه كيف اللي عودنا نحن فرحانين برشا معنا الجمهور رجع عنا كيف معنا هما فرحانين باش يلعبوا معنا باش يحضروا معنا مع جمعيتهم ان شاء الله كنت ربي يكون كل شيء معنا رمضان مبروك علينا وكنت ربي يجيبوا ثلاثة خاطر على ذكر رمضان معز الماتش نجم يكون في اول نهار في رمضان كيف نجم يكون اخر نهار في شعبان صحيح ما كنت ربي اللي جاي مبروك كيف قال السيد وكان جاي في رمضان كنت ربي ان شاء الله فرح فرحتين معز عندك منافس مناسبه فهمني العباد يبارك لك عليها شنو كيفاش؟ العباد قاعدين يباركوا لك شنو اكزاكتومون؟ المناسبه جمهورك عرست خطبه عرس حاجه الناس كل سمعت يودي باهيش ايش بيك احكي لنا ايه عندي ناس سمعت يودي ولا ما فما شيء ولا ما فما حد شيء يعني تو انا بنت كيفك فهم شيء ماشي لا ولا ما فهم شيء ان شاء الله عن قريب ان شاء الله ربي يسهل.